آخر، أين أشرفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك اليوم على تخرج تلاميذ برنامج أكساس التعليمي الذي استفاد منه تلاميذ من العاصمة وولاية وهران بشكل مجاني تحت إشراف السفارة. وقد شكل حضور السفيرة دفعة للتلاميذ الذين أكدوا على أهمية تعلم اللغة الإنجليزية. وقالت سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر جوان بولاشيك بخصوص اللقاء الذي جمعها مع الأمين العام للأرندي أحمد أويحيا بأن منصبها كسفيرة يتطلب منها لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية، وأن الأمر يدخل ضمن النشاطات العادية، مضيفة بأن اجتماعها مع أحمد أويحيا كان جيدا. التغطية كانت لهجر بيوض. عملي كدبلوماسية يتطلب أن ألتقي بكل الجزائريين، سواء كانوا من أحزاب سياسية أو طلبة أو حتى رجال أعمال من نساء ورجال، وكذلك ناشطين بالمجتمع المدني. منذ أن بدأت العمل هنا التقيت بشكل دوري برؤساء الأحزاب السياسية، وأخيرا كانت لدي فرصة للقاء أحمد أويحيا، وكان لقاء جيدا. التغطية كانت لك يا هاجر. بالطبع استمتعت بالحضور، بالتوفيق طبعا لكل التلاميذ الذين تخرجوا. عودة إلى أخبار